بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وعن قاضنينا السحابي سدحات عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي وحال كدك حق، حق وحاق على كل مسلم من مسلم كست أن يقبل إن ركض إن أشميه رأس عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة مدحي سواء أنا أبدأ بذلك أنا رب الله بهيا عمر بن الخطاب دايري سعادي أن أمبرني نطف كستو مسلم وإن أشميه مدحيس أنا رب الله بهيا عمر بهيا صلبت أجري يقولت أجرينا وحيما قد حمان دوتا قصة بذهيدا بطل قصتنا قصة إن هذه إلتم بطل كيدا جيسي جيدي ننك الله هفاي رجل وننك من الصحابة صحابة النبي كم بالأه يدعى لو يرى عبد الله بن حذافة السهمي ننك أنبرنا قصة إن المنطق بطل كيدا إيه جيسي إيه هليه يقول الله يواني صحابة النبي كمن عبد الله بن حذافة السهم من اللي يرهده. لقد كان وحاءها في وسع التاريخ، تاريخ لواسعة المليل وسع التاريخ يقول أي مرة صامر بهذا الرجل نن كان إيه كان أحكم سيدي مر وصامر التاريخ وصامر بملايين ملايين العرب عرفت كمنها من قبله أسهرتيسة من كانوا سعي طالب لوحا كمنها إن كانوا صامري ملايين عرفت كمنها من أي كهريين دون أياده لهم أيضاً وحباً أهم إيسن كجليل أيضاً وحباً إيسن مركا كجليل دكا أو أما سيخطر أو يخطر أما أيسن كسر دعين له أسقع على بال مسقح دود مسقح أيسن مركا وغسر دعين لكن مر إسلام لكن سإسلام كالعظيم أيوين أي أطاح وعبس رجل لعبد الله المحذافة السهمي أي يلقى إنه لكم من سيدي الدنيا أدوك لكم من سيد ككأها ويلا ربي قضي أما الله ربي سيدك ها معناها وفاسي يروح بقرده بي ومركا أدنك أسر ريجي أيها ومدعتي مرأها في زمانه زمن كيسا أسر أجوري لبدي سيدي أدنك إن الله أي سورة قل أغدك كإسلام كوي أغدك عبد الله بن حذافة وكسراء وملك الفرسي فرز بقر كودي أهلا إيوة قيصر قيصر وعظيم الروم روم عظيم كودي مكة أها روم نكي يسر يمكة مجامنة يا قيصر إيا كسراء وفرز بقر كودي مكة أها وأن تقول إني أها طي تاريخ الإسلام في أسر رجلي لو عبد الله مع كل المدك استقوا منهما لبدو ذك مدأ قصة قصة لا تزال أي سكزي لي تعيها إن عبد نيسى قصة أي كرتقانا يسكزي لي إن ولو سيحب ذاكرة الدهر زمك ذاكرة ليس زمك ذاكرة ليس هي حسوس ليس أو يرويها أي ورس لسان الطريق طريق عرب كذا عرب كطريق لكن أي مرجع ورس قصة عاصة إنه كرب المي أي مركة جفتور ذهرك يلزمك إي وقتك ذاكرة ليس أي ابن سيد ورسينا طائفنا عرب كيدا أما قصته قصة ليسي أما قصته مع كسرى كسرى معي كيسة لرب المي وملك فرصها فكانت وهي أهي قوائد عضي في السنة السادسة سنة دي لحال إلي الهجرة هجرته صنبي مثل لك أحب بيد عليه حين وقته عزل وقصته أن صدي النبي
نبيك صلى الله عليه وسلم أن يضع قائل برم طائفة قرأ من أصحابه أصحاب ليس كمذا بكتب ورعلا قدر ورعلا إن ومدر أم كتب إلى ملوك الأعاجين وقرأ دا عاجين تعريبك أن تخد له إن وقرأ إن تقر كل صحابة كمذا قدر وقدم ورقوينك وقت النبي لقوا قصي السنة اللي حال أي هجرابة أي مكان عظيم يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيها ورقوك بذوه ودرجع إلى الإسلام إسلام نمر بقرد الذي ورقوك إسلام نمر رسولك وعهي ولقد كان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر من بغاء مقياسها يجي قوة هذه المهمة مهمنا إن شقها لو ذرتهم صحابها خطرت إليها خطورة عظيم كأي مركة لذا أي نبو قياسها يجي وانا أغاء وانا هؤلاء الرسل رسل شاسي سيذهبون وإيادي دونان وبيه دونان إلى بلاد بلاد يالو يوضمو ناية الفقه لا عهد لهم بها أي سنقوا أقوان من قبل هري رجاء صحابة رسول الله لقري دوني ورقوي كاللو ديباي بقرة عجيب دي أعرفت كمين أهجين دونا وحي آدهين وأي فسكنين بلاد يدهي أو آد يدفن لا عهد لهم بها من قبل هري اسم أركين هري اسم مركة أركين دي مركة آدهي وهم يجهلون وحين جاب الكيه اللقاط تلك البلاد وضمغ آذي المقوي فيها ولا يعرفون أي سن أقوان شيئا شيء ومن أمزجة ملوكها بقرضا ماشى جنجي بقرضا أمزجة ذي بقلكو ذا بل يقان من كان معها هبكا إذن دقماك وحي جعل إلا الله الله من يقيني لقضوك ماشى آذي جاب بكيه وليوت ورئو ميسر أركين وانا ملفك إلى الخطر عظيم إلى الله ذهي تاسو نبو قياسي ثم إنتاك بعد إنهم أجر سيدعون وحيئه يردون هؤلاء الملوك بقرضا إلى ترك أديانهم دينو ذلك سرطيا وحسك سيدي بضل رجع أي آدي الواب قرض إنتي حفيز كأدلا بيده دونا دين ذلك سرطيا سرطيا خضر قضاك أيضنا إلى ترك أديانهم إلى مفارقة عزهم عزهم إشرقت إلى هاي إلى سفارقان إلى سلطانهم سلطان جودي أو قدب إلى الدخول إلى سفارقان في بقوة إطانا في دين قوم قوم دين كودة كانوا أها إلى الأمس القريب شريد دويت من بعض أتباعهم راعي الكودة قيبك منها رجع فقرمها وحكالو قصي دير إلو بوعدونه إني دين صوت قران قومر كالليه كل ودونت إسلامك كانوا إلى الأمس القريب شلي بيد ودبي أهايان دبك لرد الدين كورا صوت قران لليه من بعض أتباعيه أتباع ذو دئي راعيات وذا قيبك منها إنها أيو رحلة وصفر خطيق خطيرة خطر بضن وهي أسعنا يا وصفر خطر قضر آذر البدر الذاهر فيها من كبه سفر كآذى مسعود ويكون وين دونه من ضدن بالله أركي دونه رجل قلقين والعائد منها ككسر لطنا مولود ويكون شيء من مولود أقول من يهيو كيسوان لغضانا مولود من كبه آذنا ضدن بالله أركي دونه أي شكيك جهته فيها مفعود متك بحق ومقام يسفر كان من لوايه متك صور نقبان ملوك مكاية هاي لذا سيدا درتين أيو جمع الرسول رسول الله جمعي عليه الصلاة والسلام أصحابه أصحاب تيسا أصحاب تيسا سكان وقام وادع استاقي فيه بذنود خطيما أصدق خطبة أخرين آية وادع استاقي أصدق خطيب أحف حمد الله إلهي أيو مهديين وعطناه أماني عليه الله أي أمامه وتشهد وتشهدين تشهد وقبل حاجة مرك الله أخنا يخطب ذي وحل غفر فرطه أي أخرين ثم كبعد قال وحجر أما بعد انت كذب
فإني أنه أريد وحندوني أن أبعث إن أنظر بعضكم قاركين إلى ملوك أعاجمي عاجمتا رجع عاجمتا بقردو ذا إن أبعدو ذا أدري فلا تختلفوا علي دشي لها سكي خلافنا وخلاف يوسن سمين وهينا بعين أدشي لخلافتان كما اختلفت بنو إسرائيل رير بني إسرائيل سيكون خلافا وكرعنا عيسى بن مريم عيسى بن مريم أها تاسو كلها سمينين أمر كان إذن دير دون قاتا وحن إذن فرد دون السمية فقال أصحاب رسول الله رسول كأسحاب سوحي به صلى الله عليه وسلم نحن أنه يا رسول الله رسولك الله نؤدي وانهدئنا عنك حقاك لا ترد واحد ونسي واحد الله الله واحد ونسان قبنينا وسمينينا وقدئنا فبعثنا نظر حيث شئت من الله لم يشعبون اسقلاف مين مكهر إيمانين رسولك الله نظر من الله لم يشعبون انتدب وحكبرتي عليه الصلاة والسلام نبي قال محريس إن بدل يكون في ساعات ستة الليل ومن الصحابة صحابة كمن أعظم لحن بلك صوح شيء ليحملوا سيقلوا قابا كتبه كتبه سئل ملوك العرب والعجم بقرب عربت إيكو عجمت عجم سانت المانا وادت كان عرب بكو أمن قيب كمن أعظم الله ديرا قيب نكو عربت الله ديرا ليه صحابة كمن أعظم كصوح شيء وكان أحد هؤلاء قوى الستة إلحدة متكود نوحوها عبد الله بن حذافة السهمي وسحابك أربنا إذا كهب الموت سحابك بسدي سأل ما دبرنين لحنا متك من أحيوها فقد اختبر فقد اختبر لحمل رسالة فقد اختبر وحو الضغطي لحمل رسالة النبي نبي رسالة سحن بارتان كيبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى إنه أحمر وقد يوقاد عبد الله كسره ملك الفرسي فرس بقر وديعها أصلي وعلى الله وطلق لي إنه نال فرس كسرنا أقوقي وقد رسولك صلى الله عليه وسلم تاسع الله دورتي جهز ودير قلبي عبد الله بن حذافة راحلته راحل سي يروح الطيار صدي جالي كيسي وودع وحسبوتي صاحبته حاس كيسي وولده عن كيسي ومضى ودقاقي إلى غايته دم كيسي ودقاقي مرافقي يدمتي لاطري أما إلى غايته ارتسي بآذي ترفعه أيضا أي كرق قادي سي النجاة ميلها الصريح ميل قال عقه وقور مر الله لمرق سيثي ورينا قرب رسي كعي وتحطه ايهو بنيس كسره بناي الوهاد ميلها الوهاد كدادك اهنا ايسيثي بنيس مر الله لمر تاعت العرب وخورينا قرب الآباء يقولوا اكانيا مرق كسر دادك اهنا من ايسيثي بنيس وحيدا اسفو كنه اعطى فريدا اسفو كنه صهو ليس معه مسمعه سين صلصعا إلا الله إليه وهي سبحانه وتعالى أحد معه سأرى الرب أغير مجري حتى بلغ إلا أجاري ديار فارسين فارس ديار جودي ماله أي فارسين تدقنايين أي أجاري فاستأذن وحيستيدان قاتل ويديستي بالدخول إلى أجر على ملكها بفكين بقرك فارسين أجر أي استيدان كقاتل وأخبر وحو الشيء الحاشية حاشية حاشية الوالد الوربية الكيسي أها أي وحو الشيء الحاشية بالرسالة رسالة أولوه التي تصوى يحملها أحمى سيئوه له أسك رسالة أولوه الدقر كأيام ربائنا أقلوه تانا مكة الشيء نبك حاشية الكيسي أها إيجار الكيسي كأكدوه عند ذلك مركا أكتين أمر وحو أمري كسرى كسرى نكال لهم مكا عارة أما سبقركي فرس بإيوانه عشريسي وسرطيسي ماشي قفة السنعي إلا قرحيه فزيين ولا قرحيه إلا مرتبة سوكريسة ودعا وحو قياري عظماء فارس
فارس كودا وويل لحضور سيد غصو طيب كان أسر حاضران مجلسه مجلس كيسا فحضروا ويصح حاضرين عيقنا ويصح حاضرين ذكي عيق أسقنا أي مرحب نسل عايته وويلنا ثم إن جاك بعد ثم إن جاك بعد أذن الله إضمي عبد الله بن حذافة بالدخول عليه إن أسر سرى مركي الله أجاجي ماشي رجي عاشيني سيدنا عيض أي كفف فدياني رجل نزير بيسي أها ماشي لولا قرحيي أيو صوء يا صوء الليري ووائد ميت عبد الله بن حذافة بالدخول عليه إنه أصوى قال أبو شيسة دخل وصوى قال عبد الله بن حذافة على سيد فارس فارس بقر قديه أصوى قال مشتملا أصدر بذن شملته بئيسي شملة يا قصارى الرقيقة أجرح صنيت شملة الرقيقة أصغو هجن مرتديا هجن هدنا عباءه قئسي الصفيقة أكيت قوان ضبك أمتقانا قوة صفيقة ومركة أرك عليه دشي سر أي كم وقت وأي دشي سطحي بساطة الأعراب أعرابك سنسان تولي دبك أعراب في ميقة لكن دبك لا تسكو الزيني لا تسكو فرحية معها سيدي المقال كواك يا المقال كل مرقى على مركي مضحي لكل ما يأتي وعمل تكو حرتائي جاكا على قشائي وعي أخر بضل ما هي نصك قو الرقيقة والشملاء إيو قو كلا عباد وقيقه أدو أرك أي بيكي سصاري عليه بساطة الأعراب باكل متتين وعاقبه قد يعرفت بس أخذت وضعيه نبي أنتو إلى اسم الإيمان وعنت إسكتاتان بإسكبه حيان لكن سكان وحوها عالية لهامتي مدها مليس أما مدعي سأصره حدي قتل أولجي لأجي لدئيه وحيا بحق لي أجيب أي أقو الصغيص مشدود القامة جودي سنقو أقريهي مشدود القامة من قام به سعي طير فيستيقي سعى تتأجج وحاك هرهي بين جوانعي قربه سأما فيره سدعدوها عزة الإسلام إسلام كعزة ديسة عزة الإسلام كقلبه سكجرتي وتتوقد وأهرهي في فؤاده لا تيسى كبرياء الإيمان إيمان ككبرياء ديسة إسلامي ديسة معنى كبر وكجر ما هي إسلامك هي إيمانك إيميسة هي إسلاميسة كجرتي أصلاك أساس مكاها هذا وطلبه أن فائدة لهين هذا من إيمان هي غير هي وناك هي عزك سعودة أساس مكاها فما إن رآه مضغ سنأركن بكسرى مقبرا أصلاك السوق عبد الله يسو سعودة إسلام مركي بقر كو أركي عبد الله يسو سعودة مضغ أركن حتى قوما إلا وإشار إلى أحد رجاله رجي في متك مرأة بأن يأخذ الكتاب إلى الكتاب كسو قابي وقد أوضع ميته عندي كسو قابي ويري ننكا أسلوية فقال عبد الله وحول الله ما يرى مكو ديبا يقول الله مكو ديبا إنما أمرني وحول أمري رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك إلى القديم الوديب يبدا بيد قعن يا قعن أمرك الندر وحوها إلى القديم الوديب قفك وقد وديب يا مرها وأنا أن يكون الله أخالف إن عمر ما يمخلاف أمر الأمر قول رسول الله أمر صلى الله عليه وسلم أداد اسكي برسول الله كقاتي كسر قطعي قفك وديب يا مرها ساسا مهينة والقبضة إلا أمر كالنبي أها إلا قعنت قعنت لك أسارة من خلافها أمر كالنبي فقال كسرى كسرى يحوكوه مركا لرجاله رئيسي اتركوه داية مركا اسكتا فيضل مني هاي سودوابي سودوابي اتركوه ضعفا يضل هالسودواذا مني حقيقة فدرى ويسعد وذي من كسرى حتى ناوله الكتاب إلى وقد يؤدي بمرمى إلا ورقد يؤدي بأسار بيده كعنتيسة ثم كذب دعوا له يرطي كسرى كاتبا كراني كاتبا عربيا عربيا ومن أهل الحيرة حيرين كذا كمدها
أهل إيران مركا أي مركا ويرتي ومنطقة عراق تطالع نجف يقوف يكون حيصا ماشا من دقينا وحراء وحتى ركاتب وعربة يقول كراخن كرا أي ويري وأنا وضع أمري أي وضع أمري أي يفضى إلى الفرى بخشب أو كفرى عن كتاب وقدر بين يدي ارتس وكفرى إي وأي قرأن عليه إلى كد الأخرية فإذا فيه وحققرنا ورقدي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد البيكة من رسول الله أها صلى الله عليه وسلم إلى كسرى بأسعة وعليم فارس فارس بقر كيديها سلام النبت جلي على من اتبع الهدى قف كهمونك راعي في سيحاتي فما إن سمع مضى مقلبا كسرى من الرسالة قنبار كي رسالة الوصول ديري هذا المقدار قدر كاؤ منك أخري كليا حتى اشتعلت إلا أهرتي نار الغضب حناق الناتسي دبكي سيبا في صدر الناتسي كهوي وقد لمن ما يستير وحب القرناء برق منك أخري بسم الله الرحمن الرحيم إله غير كبابين حريست البودية قارتحية من عيسى فرد الله محمد بيكتن الورقب ورسولك الله وحي أسعطة كسرى وعلي فارسة سلام النبي الجلي على من اتبع الهدى إنك مرقك أخلي أمقلي فما إن سمع كسرى مضى كم مقلمبا من الرسالة ورقدي هذا المقدار قدرك حتى اشتعل نار الغضب إلا حناق نبتسي في صدره لا تسي دورتي فاحمر وحب ذوتي وجهه وجهيسي وانطفخت وحصوت براري أو تاجه مرقيديسي نيلها مفرق وحناقه حدي لا بناك يصبح أدفق وحناقه وحدي لا بناك يصبح لأن الرسول وهي رسولك عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه نفسه قبل الله وعرينا سأل الله قبل الله إلى أساط قرم اسمه استيه لكن الرسول قبل الله من محمد رسول الله محمد الرسول قال انت سبحانه فجذب الرسالة والقدم كسو جيلي كسو قفطي من يد كاتبه كراني سيك عن تيسي وجعل وحبه قالي يمزقها إن قوين يجهجيح يوحد فارس قبر كيبي ورقب إن قوين يدون أن يعلم أسر قبيان ما فيها وحقد السغل وهو يصيح أسرها ولبقيلنا يعني قادها يا أيكتب لي بهذا ما هو حبيس القرية وهو عبدي أسوأ أدونك يا محمد أسوأ أدونك يا وهو حبيس القرية ثم انتك بعد أمر وحو أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج إلا صار من مجلسه كما إذا بيقول ذا بلاك يجيه مجلس جيسا إلا قبل هي فأخرج ولا صار يا عبد الله بحواني الأنت انت قرأ لك قاري بناك يستاقى ذيك خرج عبد الله بن حذافة وكسر الضحي من مجلس كسرى كسر المجلس كيسي قليل فدي وهو أسد لا يدري أن أغين ما يفعل الله لن وحو إلى كسامين دونه وحو الله كفالي دونه إلى مقادرة الله سبحانه وتعالى وعنك كسامين حتوح الله قري أيقتل ملدي دونه أم يترك المسوى اللي تجي دونه حرا أسد حرا طريقا بيسا أولهين لبدا تيلا كسامين دونه أسد فكرة فكرة وسن أغير وحد لغو السمين دونه أيو قصر بحي لكنه لكن سما الله بثم بداهم با أن قال إنه يري والله الله قبرتي لا أبالي أبيين ماي على أي حال حالك استو أقوم أن أهاضه أما اللي بسميه بعد أن أديت هديب أن هدي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدام بالرسول كواجهك إيسو ديري قعنت إلى كسار أهيد أن كساري وآبيين مايو وحكستو لي بسميه وركب راحلته جانير كيسي وسكسو قري وانضرق وسكسو بحيو بدوكو حناق سيح بقركي أصلا واكسو تغي ولما سكت مكو حسيري ولما قرتي سكتي كحسيري عن كسرى كسرى الغضب حناقي أمر وحو أمر بأن يدخل عليه النسو بني عبد الله سو قريبو دايكي مرمى سو قريبو يرغض إيه كيري بناك قال فيري فنبي يوجد نبو لهم محاج يوغا باش وامن جفتو فلتمسوا الغابية والله طلبوا والجرجرية فلم يقفوا له أمئسا استاقين على أثر الراب ميسن أركين واي معناه لمهيرين
فلم يضخوا ما يسن كهل له أصلق على أقارب ذات ما أهدقي أي لوائي فضلبوه وحكبه وطلبينه ويكسوا طرفحين في طريقه وضرب يسوق أفسنين إلى جزيرة العرب فوجدوه وحيهرين قد سرق إنه كفك ذي قد سرق إنه تقي وكورماري فلما قرتي قدم أصول قلي عبد الله على النبي نبي صلى الله عليه وسلم أخبره وحشي بما كان وحي أها ومن أمر كسرى كسرى أرنتي ساء قصر سيد عضي أي رسولك وشيكي إيو تنزيقه بوينتي سي إيو جيح الكتاب ورقبي فما زاد أمم صنبة عليه الصلاة والسلام كمزي بالرسول هذا الإيسى على أن قال إنه يري مزق الله إلهي هجر جر ملكه ملك إيسى سوى قد إذا أقوبوي ملك إيسى الله أقوبوي سبحانه وتعالى أما كسرى صغري فقد كتب الصغري إلى بادان من بادان لذهبه نائبه نائب كيسي على اليمني يمن هو مائبها يمن فرسيل تأتك جوجا أي ما إبقى أهدادا نك الله مجا عاره أو نك كسرة فرس نشا أطليا أي نك نشا برصاف لها وقبل صقر معلين أي أنا بأقدر إلى هذا الرجل نك وأقدر الذي ظهر كصبح بالحجاز ملك عرفت رجلين لبني جلبين حب الضرب ضربي ومن عندك أبتدى جوجا ومن أكرتله وحبله أدر ومرهما وحب أمرتا أن يأتياني إني إيكينا بيا صغر من كان مدني مدى شاقانا يحجاز كسو الضحي محمد لأم قعابه أكتاب إذنك أدر ومن أدر وحب أمرتا لبضاني إني إيسو ودان محمد حتى كان إيكينا فبعد بادان وحدري رجلين لبني ومن خيرة رجاله رجس قوة حلقة كمان ديس قوة حلصة أي مكان بيري وير أردها سواء قبت منك من خيرة رجاله إلى رسول الله وقدري صلى الله عليه وسلم وحمرهما وحوسيدي بي رسالة ورقت له النبي الرسالة يأمره وكو أمر أيوه فيها ورقت بله بأن ينصرف معهما إنه نصر قدومه إنه صورة معناها إنه صورة معهما لبضى معبودا إلى آلاء إلى يقاء كسرى كسرى لكل كيسة دون إبطاء بهلا آن دد كسرى أغلى ليري لبضى من صورة بقر كبه وعاية وطلع وحكعت صدي أمو حكض البضي وبادان إلى الرجلين لبضين أن يقفا إني أكر قرا على خبر النبي نبي خبر كيسة من كاس لخبر كيسة يذكر قلبه إلى عليه الصلاة والسلام وأن يستقصي أمره إيا إني سيئ غاداني صبر طاراني أكر قرام أمر كيسة وأن يأتياه إني أكيناني أولي مادان بما يقفان عليه وحي سيئ غادين أو من معلومات معلومات يورر إني أكينان تانو فرين خرج الرجلان لربين ويصبحين خرج ويدحين الرجلان لربين يغلان أيضا ضد الجناية الصير صعك ضد أي أسر صعنايا وصعر رعي حتى بلغا إلا إسوقار الطائفة طائف بسوقار فوجد وحيه للرجال الرب تجارا قنعسة ومن قريش قريش قال بي قريش ركا من وتجارا أي أهلين فسألهم وحي رجي ويبيين عن محمد عليه الصلاة والسلام محمد آوى حقير مجوغا إذن كان قراش إيه قالوا حيبه هو في يطلب آبه مدينة معناه ثم كبعد مضى تجار تاجرين دي ويبحينه إلى مكة مكة آبه فرحين أي وفرحصا مستبشرين وبشاري صنايا ويجعلوا حيب رجلين يهنئون إلي التهنيين أيام قريشا قريش قريش بي التهنيين أيام ويقولون أي أرام أيام قروا عينا القبوب سبب وردين كل قبوب سبب فرح معناها فإن كسرى أو بقر كي أدوك يتصدى أصر صنبحي لمحمد المحمد محمد هدى قعنت الله قد يقول بقر كي أدوك أبسر يا رابين يا وكفاكم شره
شرتي سنة ولا ديك كافي محمد ابكو ودي كل هاي يقول إلى نبا حتى قوة الصف وحياة الله كمتع وانا اللي دي كفل معنا يا أصائد كفل معنا يا وإن قد يصير اللي يقول فرح معنا أما الرجلان اللبذي من إبادة وصدري فيمما وحي حسو قصدين ويصو صارين وجهيه ما نعود وجه شبر المدينة بنع مدينة معنى طائف مكي الوشي إن مدينة أجوه مدينة سؤالين هذا حتى إذا بلغاها مكي إيسو قال حتى إذا بلغاها لقيا وحي لقل من النبي نبي عليه الصلاة والسلام ودفع إليه رسالة وارقدي أجيبين رسالة بالان بالان وارقدي سيدي أجيبين وقال له وحي إبه أوكر لأفضل الشيء إن ملك الملوك بقرك بقرضة بقرضة بقرك واكسرة يا كتب قصص وري إلى ملكنا بقرك ميدانها أي بعث إنه قصص در إليك حقايا من يأتيه بك من أسأل وكبعدك كان معناها من قصص حياة أسألك وجهي وقد أتيناك ومكون من لتنطلق إلى مرعب وملطقت معنا أنك رمعينا إليه كسر حقيسا ساسا كبن من فإن أجبتنا حتى لأجبت وركينا قد يشو فإن أجبتنا حتى أجبت وركينا يشو كلمنا وانكاغا لحظنا كسرا كسرا بما ينفعك وحدك أنفعك شيئين ويقفك إن يأبه إبكيس عنك حقاك دبك وقوها أما دبك لو جالسين دونه وحكاء لنا أي مشرقين وحلالا نكون نفي عن وعي واربعين عام ما كان بحينا معنا كم الدين إسلام مرد يبقى غيادا وزو استاقي ونصارا عي حمل في عملك أنفع يعني جالسين هنا بيدهين وهذا الوقت أنا يشعر وإن أبي بهدا ديته وأن الدين سماها فهو بقرك من وعي قد علمت أدبتها سطرته أودي سي وبطشه قرشديسة وقدرته حوجيسة على إهلاكك إنه أدك هلاكه وإهلاك قومك قومك هلاكه وكري كراها هذا بها مليل إن صرع معناها صحيح مركة أولا جيدا فهو من هو قد علمت أدبتها سطرته سطرديسة وقوديسة أما أوديسة وبطشه قرشديسة وقدرته قدرديسة أود أوليه على إهلاكك إنه أدك هلاكه إيه وإهلاك قومك قومك هلاكه فتبصم ودل عليه الرسول رسولك عليه الصلاة والسلام وإيكو هضل يادي وحيبها يادي سوى عفهم سيئين وقص لي رسولك قصر مصوصة وقال لهم الحكيري ارجع الله طورت إلى رحالكما منها أدقنتهين اليوم ما أنت سيقلات اسكسوا مستوحوك وقت يا غد برئي إمادوا أيها والله سوء قابيل أرضها مالا أدقنتي أنت إسكا أدقنتين هذا رحاشي لي مرادة ماشا تقصوا فرطين وطلال أدقنتي إسكا آلة وقت يا غد برئي إمادة فلما غدوا مكي قصوا جرمادين على النبي نبي قصوا أنتين صلوات الله عليه في اليوم التالي ما لنتي حكتي قال له حكيري وقال وحيدين له رسولك أدرين هل أعددت نفسك مدي أرقلوا ذي بورسنا الآتي بحر حرفي معنا هل أعددت مدي أرقلوا ذي نفسك من صدابة للمضي معنا إن أبنلتك تو إلى لقاء كسرى كسرى لقول أبيسة فقال له من نبي نبي الحكيري لم تلقيا ما بل كل ميسان بكسرى بعد اليوم ما تحكى ذنبه كسرى شيء يسير كيوان كثر مرة كل مسلم ما كيسان فلقد قتله الله إلهي بأدلي سبحانه وتعالى إلهي يا بأدلي حيث من صلط عليه وقص لغي وقدري ابن ويلكيسي ويلكيسي أيا وقص لغي ومكا لغدري ويلكاسو شيراويه ليلة بقعيسي شيراويه في ليلة كذا هبين هبل بلد ليلة من شهر كذا بين هبل بلد ليلة حدثت المرامة نقهب إيه وردانا إلهي وقارجي سبحانه وتعالى فحدقا وحي إنه بكسو تاجين في وجه النبي نبي وجه جيس صاصي أصفيريا وبدت وحكسو ظاهري الدهشة ورير أي كسو مضيئيا على وجهه ما وجه يقول وقال وحي بهين أتدري ما تقول وحكو هذا ليس مؤكده كفر مرنبا أن أكتب مقرنا بذلك أرنتا وقد مقرنا لذانا بقر كبيرة لما يقول سيقول التقيسة
قال وحي رسولك نعم ها وقرا وقط وقولا له حقا ابهبان ان ديني دينك ودين اسلامك سيبلغ حجاري دونا ما وصل اليه وحي حجاري مش حجاري ملك كسرى كسرى ملك جيسى اسلام كان ماشي كسرى الكتب الى يوم ايجاري دونا وانك ابيغنا معنى صاونها معنى بادان وعقبها دام بادان ان اسلمت هبات اسلامته أعطيتك وحن كسينيا ما تحت يديك وحق عمها جهزت ذا هذا وحق أكتر صوتا أباهي صنايا وملكتك وحن كملكنيا ومرحكا قديقيا على قومك طومكا وجيت نبي إسلامك أم الدينك أم النبي قبا دبور يمرح خفص شمعها وإن دبك إسلامك أي قاتان كليا هذي قاتان كي بقرها بقر نمسو هاي صنايا كي حولها حوليس وهي صنايا حولي أنتي قومي أنتي دقوينة وهي أنتي يوحي لقالة وليلة يمجرتو وح الله الله وح أصلك قعني سوستي سكجرة يا الله صينايا قوم كي سروا لملكنا يا خرج ويصبحين الرجل لبنين من عند رسول الله من عند الرسول رسول كنتي سيكسوا بحين صلوات الله عليه وقدم وحي أصبحين على بابان وأخبره وحي أشيين الخبر خبر كيف أشيين فقال بادان وحوي نعقب أها لئن كان حدوه يهي ما قاله وحي ويري محمد وحي محمد ويري هذا يتعظه لئن كان حدوه هذا أرمت ما قاله محمد وحي محمد ويري رمقته فهو نبي ونبي ونبي وإن لم يكن هذا يهوز كذلك صدع وإنتو مقرنكي والدلو شوال والدليو حرمو عسى كلا يدعويسو فسنرى فيه رأيا رأي وانك قادم دوننا مركا واتشنينا يو وانك أركب دوننا وانسك إيمانينا أرنتي سرأي فلم يلبث مبضاهم با ووحبنك بسو وريين أن قدم إلي قصو قلين على بادات الله كيني كتاب الورقات إن ورقات وكيني ورقات داسو شيرويه كسعطا وويل كيسي وفيه ورقات يقول الكؤرنا يكفرنا أما بعد انت كذب فقد قتلت واندلي كسرى وابيه كسرى اندلي ولم اقتله ام ندل الا انتقاما ارغد شماهانه لقومنا قومكي ان ارغداي الى من دبرنا قومكي يقتلكي عقل انت لا يبو اها فقد استحل وحبنا استي قبل اشرافهم قومكي نكون وشرف دبرا وسبيا وحب قفاشي وابنصر نسائهم اما اوبوين ابو مركوري وانتهار اموالهم حلول لولته وبوي من وحف كل استواي افا اذا جاءك بانان هدوك ماذا كتابي كتابك هذا كم فخذني اذا قد اطاعت اطيع ابن من عندك ذاتك اكتا ذجولا انا بقرتني مرة هيستهدنا ان الله الله انت اكتا ذجولتنا مبايعة اذا قابلنا انا بقرتني مجد وريجي وذكر والقارجيي فما إن قرأ مبعو أخنون ببادان ومدو أخيانا نجي ذا كتابا مبعو سقر لكتاب إشيراويه ويلكي أصدره حتى فرحه إلا وسقطوري وقت جانبا لنا نقد تقدير وسقطوري وأعلن وحي إعلان صدي دخوله في إسلام إسلام كجريتين كيسي إلى الرسول كي وحى الشيغي أعرفتي قد مقطي وحلقت الماما يا وحوين إلي جران وأسلم وحو إسلامي أو أعلن وحي إلى صديده ويسي ذلك وبندقي دخوله في الإسلام قلتان كيسي إسلام لماذا أقلي وأسلم من با إسلامي كان معه أصلاق معي سأهايو من الفرس غير فرس هاودن وفي بلاد اليمن يمن بلاد اليدقنا وإن فرس هاودن كل يوم إسلامين هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة وأيضا وقصة عبد الله بن حذافة لقول كيف لقول مي لكسرى وملك الفرس فرس بقر كيفيها هذه مدني قصة لقاء عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة لقول كيف لقول مي قصة بواية ملك الفرس ولقول مي فما قصة لقائه لكل كيسين لقيصر ولقول مي محيئه وعظيم الرومي روم عظيم كوريها روم مكي أتلناه سنينه قيم كسديده عبد الله المام يا لقد كان وحوها لقاءه لكل كيسي لقيصر أولاق المي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحل لانتبه قدلتي أبو بكر بنتي عمر ما احتمره ويستيقى لي فرق
وكانت له حوغص المعنى معجيسة قصة قصة ومن روائع القصص قصوين ككو قم معانا وروح لبرك مبقى أي أيلي الليلة أي وطنا. ففي السنة التاسعة التاسعة عشرة سنة السجال إيطبنا إلى الهجرة هجرة بعث وحي الجري عمر بن الخطاب جيشا حينا بقدر لحرب الروم روم دقال كيلي إن روم دقال لبقاضه أي الإيمان قدر فيه إذن كان يحاكجر عبد الله بن حذافة السهمي وذلك كان تاريخ صبرانين وكان قيصر لوحوها عظيم الرومي روم عظيم كودي وكي أمو إناي قد تناهت من سوق جارجارتو إليه حق إنسان أخبار جند المسلمين مسلمون تأعيد الكودة خبر كودي وسوق جارجري وركودي إذا ما يتحلون وحي قصة في إسمايين به ما جاء من صدق الإيمان إيمان رمأ ورسوخ العقيدة عقيدة صغر وضبأ إيه استرخاص النفس نفسه للرخيص ليس قبه في سبيل الله ورسوله جدك إلهي مكة الله دقاء لما يا رسولك صلى الله عليه وسلم على هذا الله فسوء قرقاني جري وحسوء قرقاني إن أخبار المسلمين توحي تحي وما يتحلون إيه وحد الله لوحي كسف في إسمائيين ومن صدق الإيمان إيمان روم أها ورسوخ العقيدة عقيدة بقى هصدا إيه وستر وستر خاصي رخيص نفسد بإنه سمعنا لوحين في سبيل الله برك الله هذا هي إيه ورسوله فأمره أمر روم بقر كودي وقيصر رجاله رجيسا إذا ظفروا هذه أي جوليستان وأي كجوليستان كعن تقديان بأسير القتال ومن أسر المسلمين مسلمين تقتال كذا كمبقى أي يبقوا إن يكون ريبان يكون باقي يلان عليه دشيسا إن يكون ريبان معنى إن يسنزلين هذه كعن تقديان أسير وأي كجوليستان أسير المسلمين تكمبقى وعرائنوا انتحاموا في ريو وحلق الشيء أيضا ريبه يريد إيه هاي وأن يأتوه به إن أكينا حيا أصغى النار وشاء الله إلى الحرداني أن يقع إن كله عبد الله بن حذافة سامي أصيرا أصغى قتالها في أيد الروم روم قعمه عبد الله يا بقريب قعنتي الروم فحملوه والأسر حنبار عبد الله إلى ملكهم بقر كوبي يأكينا معناها وقالوا حيبهن إن هذا مذكى من أصحاب محمد بن كبيري ولبا أصحاب النبي محمد أصحاب تيسي الصادقين أهري تخصق إلى دينه دين كيسي قد وقع وحوكس ربع أصير أصير وقفال في أيدينا قعمهنا فأتيناك بي واكنا وقوك نبهن واكنا بالوحي أكبرتي كسر ميسو نظر واقع وفيري ملك الروم روم بطرخوني إلى عبد الله بن حذافة طويلا وحده فيري عباد وصر فيري ثم كبعد بادره ودقدقي ثم انت كبعد بادره ولدقدقي معناها قائلا أصغر أرمايا معناها مركي مسؤول استعجي عباد فيري كبب بابقر كيها الله قائلا أصغر أرمايا إني أني أعرض عليك وحنكوبا تقيا أمرا أرمي أرين باروين أقول بندقه قال عبد الله وحيري وما هو ومعي معاك بندقه إسلام فقال وحيري أعرض عليك وحنقوب بندقه يا أنت تنصر إن نساره إن أنت كجبت إسلام كأكبح وكرشتان مقصد تأصح بندقه يا فإن فعلت هذا سميسو خليت سبيلك وقصي دين يا بناي جد كايا أي قصي دين يا وأكرمت وحن كرامين يا مطلعك النجاشه أكيد هداب جوني سيدنا وأكو كرامين وأنا خشرف يا فقال الأصير قفال كي وحرير وأنك اللي سوى قفال عبد الله في أنفة سئس للمئة وحزم يسق آن أهأي وحيري هيهاتا ماذا حيث الله هيهاتا كريشتان ضاء هيهاتا إن الموت جيرد أيان لا حبك جعلها إلي حقيقة إن الموت جيرد أيان لا حب لو جعل بديه إلي حقيقة ألف مرة كنجر مما تدعوني إلي وحاتيه وعيسى كنجر ما دلت وكنجر ما يدلوني وحاتيه وعيسى قال لماذا إكرشتان كريتان كها
فقال قيصر وحير إني أني ولا أراك وأنك أرك يا رجلا نم إنا تهي شهما أشرف له نم قيمة ولا إنا تهي أرك يا بوي فإن أجبتني حتى تغييشو ودي أجبتو إلى ما أعرضه عليك وحنكوبا دقايو أشركتك وحن قيب كاسينا يا ودي لأجيزا في أمر أمركي مضحتني مضح وقاسمتك وحنك وقيب قلنا يوم قيب كاسينا يا سلطاني بقرتني مدينة انت هذا دقيقة سماها بقر نقيب إذا سين أنك قادة نيسا وح الله لو حق عنتي إذا كجل أرنتي إذا ما ملكي قيب أقول هذا هاي فتبصه دور عدي أسكنك واقف الأثير القصير كي المكبر كحر حرنا بقيوده حرهيسي وقصر وقال الحوري والله الله قطرتي نصان كاسينا قيب كاسينا سماها لو أعطيتني هذا إسيسو جميع ما تملك وحق حيث أردن أرمي كسي وكري ماه وجميع ما ملكت وحق الله لوحي ملك سي ويك علي وجرت العرب عرب على أن أرجع صافق الله عن دين محمد نبي محمد دين كيسا مر والرميه طرفة عين البرقس حتى هذا البرقس قال نقصون وقهدنا انت هديت اي حتى ما فعلت بنا مسمينا يا ما سمينا يو قال إذن أقتلك وكدل بالوائي قال قيصر الحيري إذن هذه أرنت سلاتها أقتلك وكدل قال أنت وما تريد وحد أنت سمين أنت أذئي وما تريد وحرق يا لذيك الدحقلي ثم أمر به وحو أمري قيصر إلا الصلبية وقرد الصلبية أولو الدلادة لوحره فصلب ولا سلبية وقال وحو كيري لقناصته كويس وحتو جنجري رجع شيشك اي وحب الله وعو كيري بالرومية كلمة اما سي لقط رومية لاتين ارموه كتورة او كسوتورة جمونضة قريبا ميردو من يريه قعميسة هكو رفانينا لكن كعبسية صوتورة شيشك قعميس اكتو ذكو رفتو وهو يا وهو صلى الله عليه وسلم يا علي كركيسا التنصر الى النصراني يقول اصل وقت وحي قال نقو نصراني نقو وانا وصل صوره يا دين عبي كم سينايا لو دفن ماي فابا وديري فقال ان هذا ارموه كل فتو كسو صوره قريبا من الاردن من رجليه الانيس هذا مغا وصل وصل وديك بيقول وهو يحرم حب بندق يا علي كركيسا مفارقه ديني ان دينك سيفارقه فابا وديري عند ذلك مركع إذا أمرهم وحو أمر بقرك أن يقفوا عن إليك جوجيان جوجيا ولا مركع كده يا أقول فنيني وطال روحه كد البضي إليهم حقه ذا أن ينزلوا إلي كسر الدجيان عن خشبة الصلب قرني يتيرك الواحد الدلالة سوى الدجيا ولا ولا سوى الدجيا ثم كبعد دعوا أن يرقي بقرك بقدر دري عظيمة أيوين دري قوى وين كهى أيوه عظيم فصب وحل رشبي فيها الزيت السجيد بضم بحل رشبي ورفع وحل صاري على النار دبكي بحل صاري دري سجيد كجرتي أي دبل صاري حتى غلب إلا إكرتي سجيد وزق قدسو كرتي ثم دعا وحوئي رفقك بأسيرين لبقى فاقه من أسار المسلمين مسلمين تقفالك وذي كجرين فأمر وحو أمري بأحد ما متكول أن يلقي فيها إلا قطورة سيدي كلوليت إلا كالكرية فألقي وإلا قردي فألا قطورة فإذا لحمه هلب كيسي وابا يتفتت كلفر فرمي هلب كيسي وكلب وقعي وإذا إدامه لفيه ستبدو ويصبحين عارية أيضا قول هلب لهي صامك بعضي ثم التفت إلى عبد الله بن عذاف وآجمك عبد الله وإيجا يوجد عبد الله وبقر كثيري ودعاه حقوقي ري إلى النصرانية إنه كرشتامه فكان وحوها أشد إباء ديد ما متكسي در الله أيضا من قبل هري سمر كوري أديدنا هدو كسي دري فلما يأس من مركو كقوستي بقر كي ويصير كان مجال وغاية أمر به وحو أمر أن يلقي إن أستقلفتي سلقوه في القدر الرجل سنيدي كركريسي إدبك صارنات قبط يحسن فريد وغيري الله بيطاس ألقي فيها لغوري صاحبه الذي سي صاحب فلما ذهب به مركي للتغي أولوسي وضع دمعت وحباطي عبد الله عيناه وإنهيسي وأوي مركي سنيدي كل اللوسي وذو سنيدي أركي وأوي
فقال الرجال قيصر قيصر الجاشيسي وحل لملك البقر كودين كدهين إنه قد بكى أوي بقر أوينو يا فظن وحقم لي بقرك أنه قد جزع إنه أرقكحي وعبصدي وقال حردهاي رده إلي سعدي وإيه هكور ذيني إيه كينا رده إلي فلما مثل مكي لسيو تاقي ولسيو جوجي بين يدي التيسا عرض عليه النسرانية نسرانية المؤبندقة هذا قال من قنا دين تسلام كنتار كبه هذا تكريشتك صور قال فأباها ودي ذي هذا مرة مرة قالوا في ربقك ويحك وهلاك جاقي لبادة ذي فما الذي أبقاك إلى الحك ويوائي وعطى أدي دمت إيه سليد مكي لقوه ذي محاك أوسي ويحك لبان فادي أما هلاك جاقي فما الذي أبقاك إذا إيه هذا يساطة وان مركز تبدي ذي سو محاك أوسي قالوا في ربكاني وحق إيه أني وقلت في نفسي نفسي وعنك إيه تلقى نفي وحلق وطور دونا الآن هذا في هذه القدر الدرجان سيدي تقول لك الكراية فتذهب نفسك نفس الضعب بحيسة وطمن وقد كنت وحن أها أشتهي من جعلستا أن يقوم لي إني إي أهاتو بعدد ما في جسدي إن الله لك أنت جسد كيغا كويا لترذو ذا أو من شعر انتماء كر كيغا وحا كويا لو تماء أنت حبت حبت لو ترذو ذا أنفس أو نففيال إلا إسم هيو وفتلقى لأطورة كلها دمانت في هذه القدر برغان في سبيل الله إلهي ذاته سبحانه وتعالى انت تبقى تعالى ان لا يقرأ القرآن نفر لا يقول ردو لا ينول لا يقول ردو لا ينول ساسنجع الله هذا المرض شيء جيسا قال فقال الطاغية طاغي محيري كبير كبرنا هل لك مقص غنته ميرو تبحوه ميرو تفكره أيضا وكيوه ميرو كثيري هل لك أن تقبل رأسي؟ ماذا يقول شو من أبنين؟ أخلي عنك وكسيد لينا يا يا هل أرين سمي وايه؟ ماذا يقول لكم؟ أنك الله فيه فقال له عبد الله الحويري أني كذلك إنه إيه؟ وعن جميع أصار المسلمين أيضا أنت مسلمين أجعنك أركض لكتين وقعنتين كجرة لما نسي ديني سيد روايه وكاف من أيضا فقال وحيرها وعن جميع أصار المسلمين أيضا إن الله لأنت مسلمين يا حبس بك وجرتا أيونا وسيدين يا قال عبد الله وحيري فقلت في نفسي هذا نفتد حن كجري عدو عدو ومن أعداء الله إله عليك سكمد ميا وقبل شو من إنسان رأس من حيس أو فيخلى عني وعن أصار المسلمين جميعا الذين سيدين يا وسكوا بربر دقي معناها إن مسلمين تي أدلي دي ولا داير إينا دي ذلك مرحي سأطش مسولي دي داير كورن لا ضير في ذلك على يقبب ما أهم بويد مرك وحاو صباح ذي إنو دي كضا ثم دنا منه أسود وادي وقبل رأسه مرحي وكشمي مرك فأمر وحو أمر ملك الروم أن يجمع له إن لوصو أروريا أصدقى أصار المسلمين لوصو جمعيه مسلمين إن ألا أنت لسوق فالي إن قعنت الله صاره ويدفعوهم إلينا سجل ويبيبوا فدفعوا الورجي والوزو ديبي الباب كيف صور بحيان دمارتا والله صور بحي فقدم عبد الله بن حذاف وصل قال مركع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخبره وشيء خبره قبر كيسي فصر به كفر حي الفاروق عمر فاروق أعظم الصرور فرحبت أول بكفر حي ولما قرت نظرة الآية ولما قرتي نظر أوفيري أركي عمر إلى الأصغر قفارك قال وحوي حق صادق كثير مرك وحق على كل مسلم مسلم دمانتي أن يقبر إن الشمي رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك أنا بلا ريب ولا عمر رضي الله عنه أنا بلابا يا عمر وسوء استاغي ثم قام وصوكعي وقبل رأسه مضحك بكري مرك إلى ومدنيا زمان المرح لك شمية مرح وكبر شمية مرح أي مركع كبر كذي سحرية في الحات أيان ما يشوي غرب حني وعبد الله بن حذافة السهمي وحنو قل هنا سحابي يا فرات وعمير بن وهب عمير بن وهب أيان قاضنا هنا هدنا لقد غدا وحن نقضي وأهاضي عمير بن وهب أحب إلي حق يمدلو جعل يهي من بعض أبنائي المي قيب كمدها
يا يري عمر بن الخطاب صلبت أجرنا مركا وينو إمام دونتا عاد ولاطي عمر بن وهب الجمحي لك اللقم عابا من بدر بدر وكسو لاطي ناجي الأصغى لصوى فقضوا لصوى عربي بنفسي نفسديسا لكنه لكن خلف وهو قسو التقي وراءه قداشيسا ابنه ويكيسي وهبا أها وهب ذلك بدر وكسو التقي أصيرا أصغى أصير خلا قفال آه في أيدي المسلمين مسلمين تقعنتو ذا مسلمين تقعنتو ذي أيها الربعي ننكا وهب مركا اللي يراهدو بريتنا بمسترنا هدي إلى الله سبحانه وتعالى ما شهيد وجهتو وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى أعلم.